يقول السائل: شخص لا يصلي إلا عندما يراه الناس، فهل يعتبر هذا العمل من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ إن كان قصده الرياء والمدح فهو رياء من الشرك الأصغر، ويحبط الصلاة، لا تقبل صلاته. نعم. فضيلة الشيخ، الشرك الأصغر الرياء يبطل العمل الذي هو فيه، وأما الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع الأعمال. نعم.